السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال، وأهلا وسهلا بكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم دكتور مع منار. هتكلم النهاردة عن موضوع مش كتير اتكلم عنه الفترة اللي فاتت، وهو موضوع بيهم فئة كبيرة جدا، وهو موضوع النحافة. النحافة أنا اكتشفت إن هي زيها زي السمنة، والنحافة مرض، والفئة بتاعت النحافة لا تقل تماما عن فئة السمنة. بالعكس، ده قد يكون كمان ان السمنه بيبقى سهل علاجها وفتره صغيره بيقدر الوزن يتظبط، انما السمنه ممكن نقعد فترات طويله جدا علشان الوزن يرجع يتخن تاني او يبقى الشيب كويس، وممكن يا نجحت يا فشلت. السمنه دي بيبقى ليها اسباب كتيره جدا، منها سوء تغذيه، منها ممكن يكون جيناتيك، ممكن يكون اي حاجه، ممكن تكون وراثيه، ممكن تكون حاجات كتير قوي، اسبابها كتير قوي. و يعني انا النهارده انا لما شفت الاسئله اللي جايه لي، كم الاسئله اللي جايه لي، طبعا ما قدرتش اخدها كلها، بس انا هقول على قد ما اقدر عن النحافه. انا ما كنتش متخيلها بصراحه، ومحدش عاجبه حاله، لا التخين عاجبه ان هو تخين، ولا الرفيع عاجبه ان هو رفيع. النهارده هيناقشنا في موضوع النحافه، ويعرفنا ايه اسباب النحافه، ويعرفنا بعد اسبابها دي هل في علاج ليها ولا لا، ولو في علاج ايه العلاج اللي ممكن نستخدمه. النهارده ضيفي اللي مشرفني دكتور عمرو خضر، اخصائي العلاج الطبيعي والسمنه والنحافه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بكل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا. يا دكتور، النحافه بدايه انا بس عايز ارحب بيك للمره الثانيه، عشان كنت معايا للمره الثانيه. النحافة، قلت لي ان فئة النحافة مش فئة قليلة، وانا ما صدقتكش. كتير جدا. تمام. لما نزل الاعلان على البيج لقيت اسئلة كتير، وفي كمان اسئلة اكتر منها. تمام. فيا دكتور، بس عايزة اول حاجة ابتدي بيها، ازاي اعرف ان انا رفيعة؟ الرفع الحلو بمعنى اصح، الرفع الطبيعي والصحي. تمام. وازاي اقدر افرق ما بين الـ الصحي والغير الصحي، اللي هي فيما يسمى بين قوسين النحافه. امتى اقول ان الشخص ده لا ده كده مريض عنده نحافه، وكده عنده نحافه؟ تمام. هو بصي، في ناس كتير بيبقى عندهم نحافه، بيبقى عندهم وزنهم قليل، بيبقى الفكره كلها في ايه؟ ان احنا بنيجي نحسب كتله الجسم بتطلع اقل من 18.5. فمن 18.5 لحد 25 الواحد بيبقى كويس، ده الوزن الطبيعي. انما اقل من 18.5 ده بيبقى في عنده نحافه، او بيبقى عنده نحافه بتبقى شديده عنده شويه. طب يا دكتور، احنا هنحسبها زي ما حضرتك قلت عن طريق كتلة. تمام. الجسم، زي ما اتكلمنا برضو قبل كده في حلقة السمنة. ان احنا قلنا برضو عن طريق كتلة الجسم، فحضرتك قلت من 18 ل 25 18.5 او 19 لحد 25، ده كده انسان طبيعي، ده كده الطبيعي، وده ما يقلقش وما يروحش للدكتور، ما يقلقش خالص، ولا نحافة ولا عنده سمنة زيادة. طيب يا دكتور، كلمني بس الاول عن اسباب النحافة. احنا كلنا عارفين ان النحافة دي كلي كويس هتتخني، كلي سمنه، وكلي حاجات كتير، حلويات والسويتس والشوكولاتات والحاجات دي كلها هتتخني. في ناس بتعمل كل ده وبرده ما بتتخنش، فايه اسبابها؟ تمام. احنا عندنا اسباب نوعين، عندنا اسباب غير مرضيه وعندنا اسباب مرضيه. تمام. الاسباب الغير مرضيه ده اول حاجه بيبقى الوراثه. بيبقى في ناس عندها مشاكل وراثيه في ان هم بيبقى عندهم نسبه الحرق بتاعتهم عاليه جدا، ويبقى شهيتهم لاكل قليل. دي حاجه في الجيناتكس عندهم. دي حاجه عندهم. بيحرقوا اكتر من غيرهم كتير. تاني حاجه عندنا الحاله النفسيه. طبعا في ناس بيبقى عندها اكتئاب، بيبقى عندها قلق، توتر باستمرار، فده بياثر على انهم بياكلوا، ما بياكلوش كتير زي الناس اللي هي بالها رايق والدنيا معاهم تمام. فلازم لو في حد عنده مشكله من الموضوع ده لازم طبعا يروح عند دكتور نفسي يظبط الدنيا دي. تالت حاجه عندنا بيبقى عندنا ناس اللي عندها نشاط في الحركه زياده. في ناس بتعمل رياضه بشكل اوفر، في ناس حركتها زياده طول ما قاعده بتشتغل، بتتحرك كتير، فدول طبعا بيحرقوا كتير جدا. عندنا بقى اخر حاجه بقى الادويه. طبعا في ناس ربنا يعافينا كلنا، الناس اللي هم بياخدوا ادويه كيماوي، طبعا بيبقى عندهم احساس على طول بميل للقيء وغثيان، ومفيش شهيه خالص. واللي عندهم السكر برضو، واكيد برضو اللي عندهم سكر بيبقى نفسهم ان هم ياكلوا اكتر، بيبقى نفسهم ياكلوا بس ما بيقدروش ياكلوا طبعا. في برضه حاجات بقى اللي هي عادات خاطئه، ناس من هم صغيرين ما بياكلوش كويس، ما بيفطروش، بيناموا لحد الظهر لحد العصر، الحاجات دي كلها طبعا انت كده عندك وجبه بتطير تمام. طب يا دكتور، بس انا قدامي ناس فعلا، صحابي عندهم لا يعني هي ما شاء الله يعني ممكن تاكل اكتر من اي حد طبيعي 5 6 مرات.
هم بيبقى عندهم الحرق بتاعهم عالي جدا، الحرق بتاعهم بيبقى عالي جدا. ده طبعا بيتحسب عن طريق الان بودي وتحاليل كتير بنعملها. فبين الدنيا دي تمام يا دكتور. كلمني بقى عن التحاليل اللي حضرتك اول ما بيدخل لك البيشنت. يا دكتور انا عندي نحافه ومش عارف اتصرف ازاي، ايه التحاليل اللي بتطلبها مني؟ احنا بنعمل سي بي سي، صوره دم كامله، وبنعمل تحليل ستول براز، وبنعمل بول، وبنعمل هرمونات الغده الدرقيه. دي اكتر حاجات بتبين لنا ايه المشكله الموجوده عند البيشنت اللي بيجي. طب يا دكتور بقى كلمني عن علاقه النحافه بالغده الدرقيه. انا عارفه ان الغده لما بيبقى في خلل فيها بتسبب سمنه. تمام. طيب هل النحافه زيها؟ تمام. احنا عندنا دلوقتي في ثلاث هرمونات مسؤولين عن التمثيل، زياده اللي بتزود الحرق الدهون وبتقللها او بتزودها. عندنا تي 3 وتي 4 وتي اس اتش. الثلاث هرمونات دول لما بيحصل فيه فرط في النشاط بتاعهم بيخلي الحرق بتاعنا عالي جدا. فطبعا بيخلي حرق الدهون وانتاج الطاقه، الحاجات دي كلها بتبقى عاليه جدا. طب يا دكتور يعني السمنه بتعمل امراض زي اللي ممكن تسبب سكر، ممكن تسبب حاجات كتير قوي، عدم حركه، بتسبب الم في المفاصل، الم في العظم، حاجات كتير قوي. فالدكتور الطبيب المعالج ليها بيوجهها ان هي لا من فضلك روحي خسي علشان الدنيا دي تتظبط معاكي. طيب لما النحافه بقى هو اصلا الجسم كتلته صغير، خالص، في امراض بتبقى ناتجه عن النحافه طبعا ولا طبعا ده كتير، عادي؟ امراض كتيره جدا. زي ايه بقى؟ احنا عندنا كذا حاجه. اول حاجه بنتكلم عليها قله المناعه، ضعف في المناعه. طبعا عشان الجسم بيبقى الصحه العامه بتاعته قليله جدا، فمفيش مناعه تقدر تقاوم اي مرض يدخل الجسم. دي اول حاجه. تاني حاجه، في ناس بتحصل، الناس اللي عندها نحافه شديده بيبقى عندهم هشاشه في العظام. ليه بقى؟ بيبقى عندهم نقص في الفيتامين دي، نقص في الكالسيوم، فبالتالي بيحصل لهم هشاشه في العظام. عندنا برضو من الحاجات التانية ناس بتسبب شعور بالألم وقرحة في المعدة، عشان المعدة ما فيش أكل كتير تقدر تستخدمه في جدار المعدة إن هو تستخدمه أثناء حرق الدهون، فبيحصل ألم في المعدة وقرحة، وكمان ممكن يسبب إمساك. عندنا برضو الشعر، عشان بيحصل ضعف في الصحة العامة وجسم سقوط طبعا سقوط، وبيحصل كمان ممكن يعني بيحصل سقوط في الشعر، بيضعف تدريجيا، وبعد كده أما بيسقط حتى ممكن ما يرجعش تاني. برضه من الحاجات حتى لو هي تخنت، لا لو تخنت طبعا لا الدنيا تمام، بيرجع الشعر تاني كله. تمام. الانيميا طبعا اكيد، يبقى عندنا نقص في فيتامين دي، في فيتامين سي، وعندنا نقص في الحديد. فده طبعا بيسبب الجسم مش بيقدر ينتج كرات الدم الحمراء كتير، فبيحصل بقى انيميا. برضه من الحاجات طبعا كتيره الضعف العام، الانسان يبقى عنده خمول وكسل، اي حركه بسيطه بتخليه ان هو يبقى مش قادر يعمل اي حاجه خالص. اخر حاجه بقى ممكن نقول عليها الخصوبه عند الستات. الناس الستات اللي عندهم نحافه شديده بيبقى عندهم الخصوبه بتاعتهم قليله جدا. حتى برضو لو حصل حمل بيبقى عندهم مشاكل، ممكن يحصل لهم مشاكل في الحمل ومشاكل للجنين. برضو في الرضاعه نفس الموضوع، بيبقى اللبن بيقل جدا بسبب ان هم ما بياكلوش كويس. طب يا دكتور يعني انا برضو من ضمن الاسئله اللي جت، وزني نقص كتير بعد ولاده ابني، وكل ما احمل واولد وزني ينقص اكتر، مش عارفه اعمل ايه. طولي 154 ووزني 37 كيلو، هو مش المفروض ان الحمل ده انا يعني بشوفهم بيبقوا داخلين كويس قوي، حلوين قوي، بعد الحمل بلاقي الوزن زايد قوي، وخصوصا بعد الولاده كمان. تمام. فالحاله دي لما بتقول لي الوزن قل اتسربتي جدا، هي دي اكيد الحرق بتاعها عالي، واكيد 37 كيلو، 37 كيلو دي يعني الحرق اكيد عالي، واكيد حصل لها مشاكل، يعني اكيد حصل لها انيميا، حصل لها مشاكل في الغده الدرقيه، فلازم تعمل تحليل وتمشي على نظام غذائي كويس. تمام. انا وزني ابتدى يزيد، بس ازاي احافظ على الزياده دي؟ خايفه اخس تاني. نحافظ برضو على نفس النظام اللي هي بتاكله، يعني هي لو بتاكل بتزود النشويات تفضل محافظه على النشويات، المكسرات، الدهون، الحاجات اللي هي بتاخدها تفضل محافظه عليها. تمام. عايزه ازيد 5 كيلو في 5 ايام. لا صعب. صعب جدا، يعني صعب جدا الواحد في 5 ايام يزيد 5 كيلو. هو ممكن ينقصهم 5 كيلو في 5 ايام، بس حتى اللي ينقصهم 5 كيلو ده اكيد بقى هيعمل انظمه مش صحيه. انما ان انا ازيد 5 كيلو طبعا لازم اصلا اعالج السبب. فانا مش هلحق في 5 ايام ان انا اعالج السبب بتاع النحافه وان انا ازيد 5 كيلو. طب يا دكتور حضرتك بتقول ان الحرق عندهم بيبقى عالي. طب هل ده ايه علاجه، او هل ده ليه علاج اصلا؟ تمام. طبعا علاجه ان احنا زي ما اتفقنا بنشوف موضوع الغده الدرقيه، بنعمل تحاليل، لو في مشكله فيها بنروح عند دكتور بطنه بيبدا يظبط لنا الدنيا معانا ماشيه ازاي. بعد كده برضو
ان احنا في ناس بتجوع بسرعه وبتحرق بسرعه. الناس دي بنعمل معاها نظام غذائي ان احنا لازم ناخد فطار وغدا وعشاء، ناخد اكل معين، نشويات كتير، دهون بس غير ضاره، سكريات، بناخدها فطار وغدا وعشاء. بين الوجبات ممكن ناخد بقى مكسرات، موز باللبن، حاجات من الحاجات دي كلها، الحاجات اللي هي بتزود، الحاجات فيها سعرات حراريه عاليه تزود الوزن بتاعها. تمام. طيب ده لو ليه علاقه بسوء تغذيه. تمام. احنا قلنا ان من ضمن الاسباب كمان ليها علاقه بالوراثه. تمام. لما يبقى حد جاي لك وهو وراثيا كده عيلته كلها كده، تمام، ده بيتعالج ازاي؟ دي بتبقى حاله صعبه جدا. تمام. بس احنا ممكن نعمل معاهم حاجه جديده كده شويه، ان احنا بقعد بعد فترات الاكل بخلي كل ما بين كل وجبه ووجبه حوالي 7 ساعات عشان الحرق بتاعهم يبدا يقل. حضرتك زي ما شرحنا في السمنه ان احنا كل ما بعد الوقت الحرق بتاعنا بيقل، فانا بشتغل على الموضوع ده. وما بين الوجبات ما بدهمش اي حاجه اكل، بديهم بس مشروبات، ميلك تشيك، موز باللبن، اي حاجه شوكولاته. معقوله يعني الحاجات دي تتخن اكتر من الاكل؟ الحاجات دي طبعا فيها سعرات حراريه عاليه كتير جدا، بس برضو في الفطار وفي الغداء وفي العشاء برضو اخد كميه اكل كتير. يعني هم لما لو ظبطوا الاكل بالدهون بالسكريات بكل ده الدنيا معاهم بتبدا تتحسن، بس رغم بيزيدوا انه راسي؟ بس بيزيدوا، بس مش بالنسبه اللي هي ترضيهم قوي، يعني ممكن مثلا 5 كيلو بس تبقى حاجه كويسه، يعني تبقى 5 كيلو برضو بالنسبه لهم حاجه كويسه. خلال قد ايه؟ ممكن شهر مثلا. طب ما ده كويس. ده كويس، كويس جدا، بس لازم يحافظوا على النظام الغذائي الصحي. طب يا دكتور، هو يعني هل هم بعد ما بيتخنوا الوضع بيفضل زي ما هو، يعني لازم ياكلوا نفس كميه الاكل دي على قد ما يقدروا؟ على قد ما يقدروا لازم يحافظوا على الموضوع ده، عشان في ناس كتير بعد ما بتاكل ما بتثبتش وزنها فبيبدا يخسوا تاني. طب يا دكتور، ادويه الاكتئاب ليها علاقه بالنحافة؟ تمام. أدوية الاكتئاب يعني ممكن لو حد كان تخين وبعدين خس. احنا زي ما اتكلمنا على الاكتئاب وعلاقته بالنحافة، هو الاكتئاب زي ما قلنا ان في أدوية نفسية كتير اصلا بتأثر، بتدي احساس بان هي الواحد عايز ياكل كتير، ده زي ما اتكلمنا عليه في السمنة. انما في النحافة هو اصلا مريض النحافة اصلا ده سبب من اسباب الاكتئاب، اللي هو بيبقى مكتئب جدا فمش بيبقى عايز، ملوش نفس ان هو ياكل، فمهما تدي له أدوية هي برضه بتقلل له الشهيه بتاعته، مش بيعمل معاه. يعني برضه ليها علاقه بالاكل مش بالدواء. ليها علاقه بالاكل اكتر من، يعني زي ما قلت لحضرتك ان هو ما بيجيله اكتئاب ما بيروح عند دكتور، بياخد علاج ممكن يظبط الدنيا شويه، بس هو اهم حاجه بس ان يبعد عن التوتر والقلق والحاجات دي كلها. طب يا دكتور، النحافه بقى في الاطفال. تمام. يعني الطفل بيبقى لسه مولود وبيبقى سنتين وبيبقى 3 سنين وبيبقى 5 سنين وشايفه قدامك هو كويس. واهله شايفين ان هو كويس، طفل طبيعي وعادي، بس حضرتك بتقول لا ده عنده مشكله، اعرف منين بقى اذا كان هو الرفع بتاعه عادي ولا الرفع بتاعه رفع مرضي نحافه؟ تمام. احنا طبعا كل اب وام بيبقى نفسهم ابنهم يبقى شايفينه كده كلبوس كده ومتختخ شويه، فالفكره كلها في ان احنا دكتور الاطفال هو اللي بيحدد مقاس الراس، مقاس الدراعين، بيشوف الدنيا ماشيه ازاي. وطبعا الاطفال بيبقى ليهم حساب تاني خالص، ده بيبقى مع دكتور الاطفال هو اللي بيقدر يحدد اكتر حساب وزنه ده مليان او لا. بس ممكن نظبطها برده مع الطول شويه، يعني ممكن برده نعملها زي السمنه كده مثلا 70 يبقى وزنه 70، فاحنا ممكن نظبطها الى حد ما بيبقى النسبه تقريبيه شويه. طب يا دكتور، يعني الطفل برده في السن الصغير ده مش هتقعد تاكله في دهون وتقعد تاكله في حلويات. فده هيبقى يعني ده مثلا طفل عنده سنتين بنبدا نشوف هو بيحب ايه، نبدا نحط له حاجات معينه بتزود الوزن زي المكسرات مثلا. نطحن المكسرات ونحطها في السيريلاك فتزود الوزن شويه، نبدا نزود موز مع لبن، شوكولاته مع لبن، بلح مع لبن، الحاجات دي كلها بتبقى بالنسبه له سهله ان هو يشربها او ياكلها، ودي بتزود الوزن بشكل كويس جدا. بعدين بنبدا نشجعه بقى، انت لو اكلت كويس انا هجيب لك مش عارف ايه، هنخرج هنتفسح، الحاجات دي كلها بنلعب على النفسيه بتاعت الطفل. انا بيجي لي اطفال كتير العياده الحمد لله وبيزيدوا كويس جدا. طيب قبل سنتين نقدر نحدد ده عنده سمنه او نحافه او طبيعي؟ لا، ما زي ما قلت لحضرتك دكتور الاطفال هو اللي يقدر يحدد الموضوع ده اكتر، يعني دكتور الاطفال هو اللي الطفل ده بيبقى لسه صغير بيبقى ليه مقاييس معينه في الوزن بتاعه. بس سنتين مثلا ممكن يبقى اكتر رينج طبيعي بالنسبه له مثلا 11 12 كيلو، ده بيبقى كويس جدا. طيب يا دكتور، هنرجع تاني لاسئله البيج بتاعتنا. ماشي. تمام. انا رفيعه جدا منذ طفولتي ومعنديش شهيه للاكل، وانا بتكسف جدا من زوجي، هو جاي بعد شهرين ونفسي وزني يزيد 10 كيلو في خلال الشهرين دول، انا طولي 175 كيلو ووزني 60. تمام. هي كده ممكن تزيد حوالي 10 كيلو، كويس جدا.
ال 10 كيلو دول في شهرين ممكن يجوا، بس لو مشيت على نظام صحي تماما. احنا بعد كده ان شاء الله هنقول وصفات كتير، الوصفات دي ان شاء الله هتزود الوزن بتاعها، وهنقول لها نظام صحي ان شاء الله برضو في الحلقه. اوكي يا دكتور، انا عمري 30 سنه وعندي طفلين ووزني 47 كيلو طولي 160. دي 12، شوفي كام كيلو، كتير 13 كيلو، حوالي 13 كيلو فرق. احنا برضو هنعمل لها نظام برضو غذائي ان شاء الله، هنقوله هتتابع معانا الحلقه وان شاء الله هنقول كذا نظام غذائي وكذا وصفه صحيه. نفسي اتخن جدا، جربت حبوب وحلبه لدرجه اني كنت بشرب سمنه ومفيش فايده، عايزه حاجه مضمونه. لازم تمشي على نظام غذائي فطار وغدا وعشاء، يكون في نسبه كميه مناسبه من العيش الابيض او العيش الشامي او الفينو مع حلاوه طحينيه او عسل اسود او زبده الفول السوداني، مهمه جدا. تاني يا دكتور معلش، زبده فول سوداني عسل اسود، عسل اسود، حلاوه طحينيه، مربى. مع ممكن نزود بقى بيض مقلي مثلا ولا حاجه، تمام، او طعميه او اي حاجه من الحاجات اللي تمام. طيب في، هل في اعشاب معينه تقدر تاخدها؟ هو في خلطات، يعني في خلطات كذا حاجه مع بعض. الحاجات دي فعلا بتجيب نتيجه ولا نتيجة اي كلام؟ لو مشينا عليها وقت معين. هو مشكله المريض النحافة ان هو بيزهق بسرعه، يعني ممكن يمشي اسبوعين لان نفسه زاد كيلو ونص، يحس ان هو متضايق جدا. وطبعا زي ما قلنا ان النحافه صعبه جدا، يعني التخسيس اسهل بكتير من النحافه، سهل جدا انك تخسي بس صعب جدا ونتيجتها بتبان اسرع. بتبان اسرع. بس في ناس ما بتمشي بالظبط على النظام بيتخنوا وبتبقى الدنيا معاهم كويسه جدا. بس انا على فكره يا دكتور شفت حد، يعني شفت حد كده كانت بنت كانت رفيعه جدا جدا وتخنت، بس الموضوع قلب معاها باوفر بقى، ان هي تخنت بقت بتعاني من السمنه حاليا، يعني كانت رفيعه بطريقه بشعه، يعني كانت ممكن مثلا تنقص عن وزنها 20 كيلو ودلوقتي بقت الدنيا اكتر، ودلوقتي زادت 30 ممكن كيلو. وشها منفوخ شويه، ده وشها منفوخ، ممكن تكون بتاخد كورتيزون. لا مش بتاخد كورتيزون، مش بتاخد كورتيزون. لا فانا استغربت، يعني طب هو البنت دي بعد الجواز تخنت؟ لا ما اتجوزتش. يعني ما اتجوزتش. تمام، الحمد لله الدنيا كده، هي الحرق بتاعها بدا يقل شويه وبدات تاكل اكتر. كان ممكن في الوقت اللي هو زمان وهي رفيعه ما كانتش بتاكل كويس، كانت هي حاليا بتتابع مع دكتور تخسيس علشان في كتير خاطر تخس. في كتير، انا كان في معايا حد كان 120، من كتر خوفه من ان هو يزيد اكتر بدا يعمل دايت لحد ما وصل لحد 70. اول ما جاب اول ما وزنه بقى 70 كيلو بدا خايف جدا ان هو يزيد، فالموضوع بقى عمل معاه بنتيجه عكسيه تماما، وصل بقى حد 52. من كتر ما هو خايف ان هو ايوه في ناس كده، فالموضوع بالنسبه له كان عامل مشكله. مرضي وجالي عشان يتخن، ان هو كان جاي في الاول عشان يخس وبعديها بقى جاي عشان يتخن. مش عارفه بس انا شايفه الموضوع ان هو يعني ان حد يتخن ده موضوع سهل قوي، يعني كل كتير. لا مش كل الناس، زي ما قلت لحضرتك في ناس بيبقى عندهم فرط في الحركه، بيبقى ناس عندهم، لا انا قصدي اللي هو اصل اللي بيبقى سمنه ده وبعدين بيبقى هو خايف انه ياكل كتير، هو خايف يوصل للوزن اللي هو كان، يعني هو كان 120 كيلو. يبقى اذا هو حرقه كان كويس. طبعا طبعا. ولما بدا يتابع الحمد لله الدنيا معاه بدات تتظبط، يعني الحمد لله. انا وزني 40 كيلو طولي 165 وعمري 19 سنه، ايه الحل؟ الحل زي ما قلنا برضو هنمشي على الانظمه الغذائيه وهنمشي على وصفات هقولها مؤخرا في الحلقه كده، فان شاء الله هنظبط الدنيا دي كلها. انا رفيعه وزني 45 كيلو وعايزه يوصل ل 50 على الاقل، عاوزه اعشاب غير ضاره. في وصفات كتير ممكن نستخدم حبل العزيز، هنعمل بودر حبل العزيز، هنزود عليه سمسم ونزود عليه فول سوداني ونزود عليه بلح ونخلطهم مع بعض ونحط عليهم معلقتين عسل اسود وناكل معلقه على الريق ومعلقه قبل النوم. انا بنتي عندها سنتين ما بتحبش تاكل، وكل ما تشوف الاكل تعيط وترجع وهي نحيفه جدا، اعمل ايه؟ بالنسبه للطفل اللي بيرجع لازم ممكن اكله على فترات كذا وجبه، مش لازم فطار وغدا وعشاء، ممكن ياكل 5 وجبات في اليوم. اشوف الحاجات اللي فيها سعرات حراريه عاليه زي ما اتفقنا، ممكن نحط سيريلاك مثلا، نحط عليه مكسرات مطحونه، احط عليه بلح مطحون، ياكل مثلا معلقتين، ياكل طبق صغير الصبح، بعد شويه برضو طبق صغير، بس هي لما بتزود في الاكل ممكن كده يرجع، فاحنا لازم نعمل له 5 وجبات في اليوم ونزود من السعرات الحراريه اللي احنا هنحطها. انا وزني 35 كيلو وطولي 157 وبتكسف جدا من زوجي، اعمل ايه؟ تمام، هنمشي على نظام صحي وعلى الوصفات اللي انا هقولها ان شاء الله الدنيا معاها تبقى تمام. اوكي يبقى نتابع بقى الحلقه. نتابع الحلقه الاسئله. اوكي يا دكتور، كلمني بقى عن الاكل اللي حضرتك بتوصفه غير الدهون لو ما جابش نتيجه،
تمام. الدهون ما جابتش نتيجه، مكسرات ما جابتش، جالك قالك انا عملت كل ده خلال شهر ومفيش نتيجه. تمام. انا ببتدي اول حاجه ببتدي معاه ان انا بشوف هو اصلا بياكل كتير ولا ما بياكلش كتير. اللي بياكل كتير ببتدي معاه فطار من 5 لـ 6 سندوتشات فينو، يبقى 2 حلاوة طحنية. 5 6 سندوتشات؟ اه 2 حلاوة طحنية و2 مربى، واحد مثلا اي نوع، عشان انت عارفه ان طبعا السكريات بتخلي الواحد ما يقدرش ممكن ياكل كل حاجه. ما قدرش ياكل كميه. ما هو بياكل كتير اصلا. يعني هو جاي لي بياكل كتير. فبالنسبه له الموضوع هيبقى مش صعب يعني ان هو ياكل الكميه دي كلها. مثلا واحد طعميه، واحد جبنه رومي، واحد بيض مقلي. بين الوجبات بعمل دايما بحب انا اكتب موز باللبن او بلح باللبن، او ممكن ياخد اي مشروب سخن شوكولاته. نيجي في الغداء بقى بناخد لازم طبق رز كبير او محشي كبير او 2 رغيف عيش او طبق مكرونه كبير مع اي نوع بروتين. لحمه محمره، فراخ محمره، سمك مقلي. طبعا لو في اكلات شعبيه بتنجان مقلي، بطاطس مقليه، عدس، الحاجات دي كلها لازم دخلها طبعا زيوت. لازم الوجبه يبقى فيها بروتينات ونشويات مش وطبعا. الحاجات يعني الزيوت لما بتدخل الجسم بكميه كبيره بتجيب كوليسترول. بس احنا ما احنا مش هتبقى كميه كبيره جدا يعني، انا قطعه بس بسيطه يعني. بنركز اكتر على النشويات زي ما اتفقنا والبروتينات، وبقى خضار او ايه طبعا خضار المطبوخة او السلطه. طبعا الحاجات دي مهمه جدا، لازم الوجبه يبقى فيها كل عناصر الغذائيه. بياكلوا سلطه؟ طبعا. بنيجي بقى بعد الفطار مباشره ممكن ناكل اي حاجه حلوه، قطعه بسبوسه، قطعه كنافه، ممكن برضو نشرب موز باللبن او اي عصاير من العصاير اللي هي فيها كم لبن كامل الدسم مع اي فاكهه من الفواكه اللي بتتخن. بنيجي بقى العشاء. نعم. اللي هي ايه الفواكه اللي الموز والبلح والتين والمانجا والعنب. دول اكتر حاجات طبعا مرضى السمنه ما همش علاقه. لا طبعا نقسم الحاجات دي خالص. نعملها نقطع الحاجات دي خالص. نيجي بقى بالنسبه للعشاء، بناخد برضو من 5 لـ 6 سندوتشات فينو، مع لازم يكون فيهم 3 عسل اسود على طحين. زي ما اتفقنا يعني 80% من مرضى النحافه عندهم انيميا، فالعسل الاسود من اكتر الحاجات. طب هو ايه الفرق لو ما بين العسل الاسود والعسل الابيض؟ لان العسل الابيض انا اسمع ان هو بيتحط لمرضى السمنه. تمام. العسل الابيض هو بيزود المناعه اكتر. طب ما ده كويس. وسعراته الحراريه قليله، بس احنا عايزين حاجه فيها سعرات حراريه عاليه. العسل الاسود سعرات الحراريه فيها عاليه جدا. بنزود عليه طحينه طبعا، الطحينه كمان سمسم. مع برضو ممكن نحط برضو اي نوع بقى، بطاطس مقليه، جبنه رومي، اي حاجه من الحاجات دي. بس فبيفضل ماشي عليه اسبوع، بيجي عندنا بنشوف الدنيا معاه. طبعا مع العلاج اللي احنا بنكتبه له في الاول يعني. طبعا وصفات الحاجات ان هو بيروح عند الدكتور بيبدا يشوف الانيميا ايه علاجها، في مشاكل في البراز، في اميبا، في ديدان، في اكل مش مهضوم كويس. اغلبيه مرضى النحافه بقى عندهم اكل مش مهضوم كويس. فالجسم مش بيقدر يمتص كل عصر غذائي. عندهم عصر هذا. بس اول اسبوع بنشوف الدنيا ماشيه معاه، زاد قد ايه، كيلو، 2 كيلو، نص كيلو. نبدا ممكن نزود مكملات غذائيه. في مكملات غذائيه موجوده كتير في السوق، في الصيدليات. فبنستخدم مثلا كيس على كوبايه لبن قبل النوم مباشره. فبيبدا يزود معاه الدنيا. اللي هي فواتح الشهيه؟ لا مش فواتح الشهيه، مكملات غذائيه. مكملات غذائيه بتبقى عباره عن احماض امينيه وحاجات شرش لبن ومكملات غذائيه، حاجات طبيعيه يعني، حاجات ما لهاش اي اثار جانبيه. تمام يا دكتور. اتفضل كمل. بس ف اهم حاجه بس ان هو يصبر شويه، عشان احنا في ناس ممكن اول اسبوعين ما بيتخنوش كويس، بعد كده الدنيا معاهم تبدا تزيد كويس جدا. فلازم يبقى فيه برضه صبر شويه. زي ما قلنا النحافه صعبه، مش زي السمنه. طب يا دكتور، الكلام ده بخصوص الاكل، في فواتح شهيه بقى طبيعيه؟ في زي ايه؟ في عندنا حاجات كتير جدا. اول حاجه العسل الاسود ده على راس الفواتح الشهيه، ده فيه سعرات حراريه عاليه جدا، بيدي برضو بيفتح النفس. تاني حاجه عندنا البصل بينقي المعده وبيدي احساس بالجوع، ان انت عايزه تاكلي كتير، بيفتح نفسك. معقوله؟ طبعا. التوم برضو، ما تضيف التوم لبعض الاكلات بيدي نكهه كويسه جدا، برضو بيدي احساس ان انت عايزه تاكلي اكتر. اي الخضر، الاكلات اللي كلها حديد زي الكبده والسبانخ والبتنجان، الحاجات دي بتدي احساس برضو بالجوع، فالمريض بياكلها كتير فبيحس ان هو عايز ياكل اكتر. الحاجات الخضار كل الحاجات اللي فيها حديد، السبانخ والفجل دي فواتح شهيه؟ كل الحاجات دي كلها. ازاي ده لما ما هي فيها حديد، واحنا قلنا الحديد بيدي احساس بالجوع.
امال ازاي لما يعني لما بيعملوا دايت بياخدوك كسناك؟ هم بياكلوك بياكلوا، هو سعراته الحراريه قليله، بس حضرتك بتتكلمي ايه، بتقولي ايه الحاجات اللي بتفتح النفس؟ اه تمام. اه تمام. عندنا برضو الفاكهه اللي فيها حديد كتير زي التفاح، الموز، البلح. عندنا بعض التوابل، الكزبره، الزعتر، الحاجات دي برضو بتزود بتزود الشهيه. في حاجات كتير جدا يعني، بس هم بس ياكلوا بس. معانا اتصال تليفوني ام احمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت بعد اذنك ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا فندم. اتفضلي. مع حضرتك. انا دلوقتي وزني 99، يعني من 90 ل 99. تمام، احنا كده سمع. جسمي يعني مع طولي مش قوي، انا من تحت يعني زياده عندي من تحت. انت وزنك 99 وطولك كام؟ طولي يعني 100 حاجه 60. ماشي تمام. فانا باكل كتير تمام، والزياده عندي من تحت اللي هو في الجزء بتاع اللي هو اللي تمام في الارداف. تمام حاولتي فانا تعملي انظمه غذائيه؟ نعم، حاولتي تعملي ريجيمات؟ اه حاولت كتير، رحت لدكاتره كتير وبعد كده بخس وبعد كده برجع تاني. طب مش بتثبتي ليه بعد ما بتخسي؟ ما بكملش اصلا. ما احنا ممكن ما نكملش، بس يعني انا خسيت 10 كيلو وبعد كده زهقت من الرجيم، لازم اثبت يعني، يعني انا على الاقل ما ازيدهمش تاني يعني، انا حتى اثبت على 10 كيلو اللي انا نزلتهم. انا ما بوصلش للوزن اللي انا عايزاه، انا كان نفسي ما هو يعني مش لازم ما حضرتك بتخسش تخسري. اصلا. اه يعني انت مش بتخسي اصلا ولا لا بتخسي شويه؟ بخس يعني بسرعة. حضرتك عندك كام سنه يا فندم؟ عندي 32. 32. تمام. طب حضرتك احنا ممكن، هو موضوع الحلقه طبعا نحافه، بس ممكن نقول لك نظام غذائي كده كويس يناسب حضرتك. معلش انا اسفه والله، انا لا عارفه ان الموضوع لا لا نحافه مش بس. مشكله عادي. لا ولا اهلا وسهلا يهمك بيحضرتك. ولا اهلا يهمك، بيكي، اهلا اهلا وسهلا بيكي، اهلا بحضرتك. بيكي. طيب انت حضرتك وزنك 99؟ تمام، ليه شد الشهيه يعني؟ ما فيش مشكله. احنا بناخد بالنسبه للوزن ده من 90 ل 120، بناخد فطار رغيف بلدي او 2 رغيف سن، فبناخد مع بيضه مسلوقه. رغيف كامل؟ رغيف كامل ده كتير؟ لا لا مش كتير. هناخد رغيف بلدي مع شكرا يا ام احمد. مع بيضه مسلوقه او 4 معالق فول بدون زيت او سمنه او جبنه قريش مع سلطه. بين الوجبات بناخد فاكهه من الفواكه المسموحه. يبقى هتاخد رغيف عيش كامل؟ رغيف كامل اه، من 90 كيلو ل 120 كيلو. طب يا دكتوره، هو حضرتك بتعتمد على الرجيم على نظام السعرات؟ السعرات اه السعرات. طب هو انا يعني انا من رايي مثلا ان هي الرغيف ده تقسمه فطار وغدا وعشاء. لا ما احنا مش هناخد احنا هناخد رغيف في الفطار. اه تمام، وهناخد رغيف في الغدا او 8 معالق رز او مكرونه او 8 صوابع محشي. العشاء مش هناخد فيه عيش خالص، وهنمشي على مواعيد معينه. من 8 فطارنا يبقى من 8 ل 10، الغدا من الساعه 2 للساعه 4، العشاء من 8 ل 10، والعشاء يبقى زبادي واتنين سمره فاكهه. بين الوجبات الفاكهه طبعا المسموحه حاليا البرتقان والتفاح واليوسفي والجوافه، دول اكتر حاجه، والرمان برده ما زال موجود، دي اكتر طيب حاجات. هنكمل الاجابه بس ماشي. هناخد ام ايمن من اسوان. الو يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام، السلام اتفضلي. ورحمه الله. نورين الشاشه والله. ربنا بنورك يا يخليك، فندم. نور حضرتك يا فندم. اتكلم الدكتور لو سمحتي. اتفضلي يا فندم، الدكتور مع حضرتك. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. والله انا كنت يعني انا ست كبيره حاليا، بس انا كنت باخد منع الحمل. تمام، اللي هو الحقنه منع الحمل. تمام. دخنتني جامد خالص، دخنتني يعني لما وقفتها نزلت لي جسمي خالص خالص خالص، فمن ساعتها انا بعاني من يعني اللي هي رجعت خالص وبقيت جسمي مرهرط وكده، فانا بتعب يعني. وحضرتك كم سنه يا فندم؟ حضرتك كم سنة؟ نعم؟ حضرتك كم سنة؟ أنا 60، أنا بقول لك ست كبيرة. عندك 60 سنة، أنت ما آه بتاكليش بس كويس؟ ما أيام فيش. ما كنت باخد الحقنة من يومها 20 سنة. تمام. طب أنت حضرتك دلوقتي بتاكلي كتير ولا ما بتاكليش كتير؟ لا الأكل ذله أكفين، ناكل كتير إزاي؟ أه يعني مش بتاكلي كتير دلوقتي. أنا بس عايزة الجسم مرهرب زي حساه كده. تمام. فهمني؟ اه فاهم حضرتك. اه هو حضرتك الوزن ده نزل بسرعة يعني؟ نزل على كام سنة يا فندم؟ نزل على قد ايه كده؟ لا نزل خالص خالص خالص، زي واحد كده
واقف وقع زي ما تقول كده. ماشي، انت حضرتك بتقولي ان انت 60 سنه، فحضرتك اكيد مبطله موانع الحمل من زمان، يعني الوزن ده بقى ينزل في حق. 20 سنه يا ابني خلاص. يعني في حوالي 10 سنين مثلا؟ 20 سنه. 20 سنه يعني تمام. الوزن ده يا فندم نزل في مده قد ايه؟ الوزن نزل في مده اسبوعين. اسبوعين؟ عشان كده. اسبوعين بس. صح كده. تمام. فحضرتك عندك السكر يا فندم؟ منع الحمل اللي هو حقنه. تمام، حضرتك عندك السكر؟ حضرتك عندك سكر يا فندم؟ عندك السكر يا فندم؟ لا، ايام ما كنت نزلت ما كانش عندي سكر ولا ضغط. حاليا حاليا هي نزلت اول ما بطلت الحقن، نزلت من الكلام ده بقاله 20 سنه. طيب حضرتك عندك اي امراض ضغط او سكر؟ عندي ضغط وسكر. تمام يا فندم. ماشي يا فندم. تمام، متشكره جدا لحضرتك، اسمعي اجابه الدكتور. شكرا لحضرتك. تمام، بالنسبه لام ايمن احنا كده هنشوف طبعا السكر، هي اكيد بتاخد علاج للسكر، بنبدا نظبط لها اكلات معينه، بنقلل فيها النشويات ونزود فيها الدهون، بس طبعا الدهون اللي هي النافعه زي المكسرات، كل حاجه موجوده في المكسرات. فاحنا ممكن ناخد زبده الفول السوداني مع عسل اسود وعسل ابيض. ناخد زبده فول سوداني مع عسل اسود وعسل ابيض. بنزود، بنخلي بنجيب برطمان كده نحط فيه نص كيلو زبده فول سوداني وعليه 3 معالق كبار عسل اسود و4 معالق عسل ابيض. ناخد معلقتين على الريق ومعلقتين قبل النوم. تمام، مع برضو ان هي تتابع نظام برضو صحي. نظام صحي يبقى فيه نزود فيه البروتينات اكتر من النشويات عشان طبعا السكر، والسناك بقى نزود في السناك بين الوجبات. معانا ايه من حلوان. الو. الو. ايه يا فندم، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتور مع حضرتك يا فندم، اتفضلي. دكتور بعد اذن حضرتك، انا وزني 40 كيلو. تمام. وطولي 156. تمام. وعندي 24 سنه. طب حضرتك أنسة ولا مدام؟ لا أنسة. تمام. وزنك طول عمرك وزنك قليل ولا بتخسي وبتزيدي؟ لا، طول عمري ما بزيدش عن ال 40 او 41. الشهية الأكل أخبارها إيه؟ لا ما باكلش خالص، ما فيش شهية خالص. ما بتاكليش خالص، تمام. مش هدي لحضرتك نظام؟ إن شاء الله هيعمل معاكي نتيجة كويسة. الوراثة. الوراثة يعني برضو بابا وماما أخبارهم إيه؟ هما يعني كويسين، ما فيش تمام. حد في العيلة. انت بس اللي فاهمه في العيله. تمام. حاجه عايز تسالي اسئله تانية؟ حضرتك عايز تسالي اسئله تانية؟ لا كده تمام. في اي اسئله تانية يا ايه؟ تمام، شكرا يا ايه. تمام. بالنسبه لايه، ايه دي اول حاجه هنعمل معاها طبعا هنعمل تحاليل، وبعدين هنشوف تحاليل ايه، السي بي سي والسي بي سي والستول البراز والهرمونات الغده الدرقيه، نشوف المشكله في ايه. بس انا كنت عايز اتكلم معاكي في موضوع الغده الدرقيه بس سريعا. الغده الدرقيه لو اصلا في مشكله في الهرمونات هيبقى عندنا اعراض ثانيه كتير. زياده الحساسيه للحراره، سرعه ضربات القلب، جحوظ العين وبروز العين. يعني دي ساين العلامات يعني بتاعتها. مش كل حد اول ما يدخل عندي كده اروح اعمل له تحليل هرمونات الغده الدرقيه، ما انا شايفه ان هو انسان كويس. وبعدين هي اصلا ما بتاكلش. فدي بنبدا نديها حاجات بتفتح النفس زي ما قلنا الحاجات الطبيعيه، او في طبعا علاجات كتير وحاجات بتسهل الهضم موجوده في الصيدليات، وبنبدا بقى نعمل لها نظام، نبتدي معاها حاجات بسيطه عشان هي ما بتبقاش قادره تاكل، حاجات بسيطه بس سعراتها الحراريه عاليه. معانا عزه من القاهره. الو يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ طب ممكن نوطي التلفزيون بس شويه؟ حاضر. ماشي. الدكتور مع حضرتك. ماشي حاضر. مع حضرتك. انا بصراحه كنت عامله عمليه المراره. تمام. وعندي 50 عندي 54 سنه. تمام. وكرشي بقى كبر جدا، انا كان وزني 85، حاولت ان انا ابطل الاكل شويه اخفه. تمام. وكرشي بقى كبير جدا، مش عارفه اعمل فيه ايه. تمام، وحضرتك طولك كام يا فندم؟ طولي تقريبا 165، حاليا دلوقتي انا بقيت 76. انت حضرتك دلوقتي 76 كيلو. بس كرشي برضو يعني كبير بطريقه مش ما زال. حضرتك يعني كان في كذا ولاده؟ ثلاث ولادات. تمام، فيهم قيصريه؟ لا طبيعي. كان طبيعي، تمام. ماشي. تمام، شكرا. ماشي يا استاذه عزه، شكرا. تمام. هناخد بس هدير وبعدين نجاوب على السؤال. معانا هدير. الو. الو. اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. ممكن بس اكلم الدكتور؟ اتفضلي. الدكتور هدير. مع حضرتك. بصي يا دكتور، انا عندي بنتي عندها 4 سنين. تمام. بس هي طبعا مش بتزيد خالص.
وزنها دلوقتي 50 جرام او حاجه زي كده يعني. وزنها كام يا فندم؟ هي بتاكل يعني ما شاء الله، باكلها كل حاجه وماشيه على نظام غذائي. وزنها كام حضرتك قلتي؟ نعم، وزنها قد ايه؟ 9 كيلو جرامات، يعني 9 كيلو بالظبط. وعندها 4 سنين، قليل جدا. عندها 4 سنين. حضرتك في حد، حضرتك او باباها رفيعين؟ لا خالص يعني. تمام، عملتي بس تحاليل؟ هي مولوده في نص الثامن. نص الثامن؟ اه تمام. قعدت في الحضانه طبعا كتير؟ لا ما قعدتش في الحضانه. الدكتور قال ان هي كويسه ومش هتحتاج حضانه. طب ازاي في نص الثامن؟ لا تمام. طب هي بتاكل كويس قوي؟ هي بتاكل كويس ان شاء الله. عملتي تحاليل؟ عملنا التحاليل، هي بس كانت عندها مشكله اول ما اتولدت كده، كان عندها قرحه في المعده لان كانت بتاخد علاج. تمام. فهي في الوقت ده كانت رفيعه جدا، فجت لما قطعت العلاج يعني بقت 9 كيلو يعني. فهي الاول كانت اقل من 9 كيلو بكتير. تمام يا فندم. بس هي دلوقتي بقى بتاكل، بس مش بيبان خالص عليها خالص يعني. مش باين عليها اكتر خالص. تمام، مش باين عليها خالص ان هي بتاكل، بس مش باين عليها الوزن. لا خالص. تمام اوكي. في اي اسئله تانية يا استاذه هدير؟ تمام، شكرا، اتفضل. هنجاوب بس الاول على عزه. تمام، عزه هي كده عملت دايت ووصلت 76، هي لسه قدامها حوالي 10 كيلو. بس موضوع البطن ما بينزلش، ده محتاج اكيد جلسات زي ما اتكلمنا في حاله كافيتيشن كافيتيشن وكراي. وكراي تمام، وممكن تعمل حقن ميزوثيرابي او ممكن تعمل اي حاجه. تقليل اكل برضه؟ تقليل اكل طبعا. تمام. وتعمل رياضه لعضلات البطن. طيب هي غالبا بتعمل دايت، عشان بتقول انا كنت 85 بقت 76. تمام. طيب الجلسات دي نتيجتها هتبقى بعد قد ايه؟ يعني هي ممكن هتشوف نتيجتها بعد قد ايه؟ مع الدايت ومع تقليل الاكل ممكن في خلال شهر تنزل كويس جدا، البطن تنزل كويس قوي. اوكي. دي استاذه عزه. استاذه هدير. تمام، بالنسبة لهدير، هدير عندها مشكلة، هدير مشكلتها إن هي جالها قرحة في المعدة، أكيد الإنزيمات الهضم عندنا قلت. فلازم نواظب على الأكل، إن هي تاخد حاجات بتسهل الهضم، ومع أكلات برضو نختار الأكلات الصحية اللي تزود الوزن. ممكن تعمل رياضة بسيطة. عشان الرياضة البسيطة برضو بتدي إحساس بالجوع. الطفلة تعمل رياضة. بسيط خالص. حاجات بسيطة خالص. طب يا دكتور. وتستخدم مكملات غذائية برضو، في مكملات غذائية كتير. للأطفال. تمام. طب يا دكتور، في ناس بيجوا لحضرتك عايزين يتخنوا من اماكن معينه كتير جدا. يعني ده اكتر، ده اكتر مشكله يعني، عندهم اماكن كويسه واماكن فيها نحافه. تمام، احنا دلوقتي بالنسبه للموضوع ده كل البنات دلوقتي اللي عندهم نحافه بيجوا يسالوني يا دكتور احنا في منطقه معينه عايزين نزودها. احنا طبعا عارفين ان الهرمونات الانثويه زي الاستروجين كده مثلا، ده اللي بيبقى مسؤول عن ايه المناطق دي، زي ان هي تبقى حجمها كبير او حجمها صغير. احنا عندنا حاجات كتير طبيعيه، وعندنا طبعا حاجات هنتكلم فيها وحاجات ليها علاقه بالتجميل، بقى نبقى نشوفها مع دكتور تجميل. اول حاجه بنشوف ايه الوصفات اللي هي الطبيعيه، الاكل اللي هي ممكن تاكله يزود الايه الموضوع ده. عندنا اول حاجه الدهون الصحيه الغير مشبعه. الدهون الصحيه الغير مشبعه دي زي عندنا زيت الزيتون، عندنا زيت جوز الهند، عندنا الافوكادو، عندنا الاسماك الزيتيه زي الرنجه وزي المنشوجه وزي السمك المكاريل والسلمون. الحاجات دي كلها فيها زيوت صحيه غير مشبعه، اوميجا 3. ليه بقى؟ احنا دلوقتي عندنا ان الثدي بيتكون من مثلا من انسجه دهنيه، فعشان نعزز ان حجمه يكبر لازم نستخدم دهون صحيه عشان الموضوع يبقى احسن والموضوع يبقى اكبر. عندنا تاني حاجه البذور. البذور بيبقى فيها ماده اسمها ليجانين. ليجانين دي بتبقى الماده دي شبه الاستروجين تماما. فعندنا بذور زي بذور الشمر، عندنا زي السمسم، عندنا زي السمسم الشمر، عندنا السمسم في كذا حاجه يعني، سمسم وشمر وبذور الكتان. عندنا ثالث حاجه الخضار، عندنا في خضار زي الكرنب والبروكلي والقرنبيط، الحاجات دي برضو في تكوينها بيبقى فيها استروجين عالي، عكس المنتجات الحاجات الخضراء زي مثلا الحاجات الفجل والجرجير والحاجات دي كلها مش بيبقى فيها استروجين عالي، بس بتقلل نسبه التستوستيرون اللي طبعا من صفاته ان هو بيقلل الهرمونات الانثويه. برضو طبعا اكيد الالبان، المكسرات بيبقى فيها دهون غير مشبعه، فيها بروتينات، فيها ماده اسمها ايزو فلوفانز. الماده دي شبه التكوين تركيب الاستروجين. اهم حاجه بتزود زي اللوز والفستق والفول السوداني.
للاسف يا دكتور وقت حلقتنا خلص جدا. تمام. فخلص بسرعه اصلا. انا بشكر حضرتك جدا. كان معانا دكتور عمرو خضر اخصائي العلاج الطبيعي والسمنه والنحافه. مشتري حضرتك جدا، كنت معايا في حلقه النهارده. الله يخليك، ربنا يكرمك. استنوني في حلقه جديده الاسبوع الجاي. باي باي.